بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واللاتي يأتين الفاحشة الآية، قال: ففعل ذلك بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحكم في الآية. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله، وكان إذا نزل عليه الوحي أعرض عنا وأعرضنا عنه، وتربد وجهه وكرب لذلك. فلما رفع عنه الوحي قال: خذوا عني. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم. قال الحسن البصري: فلا أدري أمن الحديث هو أم لا، فإن شهدوا أنهما وجدا في لحاف لا يشهدون على جماع خالطهما به جلد 100 وجزت رؤوسهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: فاستحللنا بها فروجهن. وعن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة النساء، فلما بلغت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: ففاضت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. أحاديث في مسند الإمام أحمد جاءت في آيات من سورة النساء. من هذه الأحاديث حديث لعبادة بن الصامت هنا في المسند، والذي رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه الإمام أحمد رحمه الله، فهذا من الزيادة على ما في أصل المسند. عن عبادة بن الصامت: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واللاتي يأتين الفاحشة الآية، يعني ما ذكر الله عز وجل في سورة النساء: اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. فكان هذا الحكم في البداية، أن المرأة التي تقع في هذه الفاحشة والعياذ بالله في الزنا، أنها تحبس في البيت، تحبس حتى يأتيها الموت، أو أن الله عز وجل ينزل حكما جديدا في هذه المسألة. فمكثوا على ذلك، وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال: ففعل ذلك بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فعل بهن هذا الحكم الذي في الآية. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله، وكان إذا نزل عليه الوحي أعرض عنا وأعرضنا عنه، الوحي كان شديدا وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل العرق على وجهه في الليلة الشديدة البرد، فكان من شدة الوحي يكرب كربا شديدا صلوات الله وسلامه عليه. ويذكر هنا أنه كان يتربد وجهه صلى الله عليه وسلم، والتربد يعني تغير لون بياض الوجه إلى اللون يغمق لون الوجه من شدة كربه صلى الله عليه وسلم، من شدة تعبه من نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. قال: تربد وجهه وكرب لذلك صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وكان إذا نزل عليه الوحي أعرض عنا وأعرضنا عنه، يعني يبقى جالس معهم وينزل عليه الوحي فيعرض عمن حوله وينتبه للوحي، وهم أيضا يتأدبون معه صلى الله عليه وسلم فيعرضون عنه صلى الله عليه وسلم، حتى يتم الله سبحانه وتبارك وتعالى ما أنزل، ثم يقبل عليهم صلى الله عليه وسلم.
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني، لما رفع عنه الوحي قال خذوا عني، قلنا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. يبقى هذا الحكم الجديد لبعد ما نزل في آية النساء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يبقى يشهد أربعة على هؤلاء بأنهن أتين الفاحشة، بعد ذلك يحبسن في البيوت. الحكم الجديد قال قد جعل الله لهن سبيلا، واضح من سياق الآية ومن سياق الحديث أن الآية كانت في الأول ثم الحديث بعد ذلك، أن الآية قالت أو يجعل الله لهن سبيلا، والحديث قال قد جعل الله لهن سبيلا. إيه السبيل؟ قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة. أنا ذكر نفي الحديث الآخر وتغريب عام، وتغريب عام. يبقى البكر بالبكر يعني الرجل الذي لم يتزوج، الذي يزني بامرأة لم تتزوج، يبقى هذا حده وهذه حدها جلد مئة ثم تغريب عام. تغريب عام يعني أنه في بلد غير البلد اللي هم فيه ينفوا إلى بلد أخرى عقوبة لهما على ذلك، جلد مئة وتغريب عام. وفي الجلد تأديب لهما وتأديب لغيرهم ممن تحدثه نفسه بالوقوع في هذه الفاحشة. وفي التغريب إخماد لفتنة كلام الناس في ذلك، والناس ينسوا هذا الأمر الذي حدث، وعقوبة لهذا الفاعل وهذه الفاعلة، يبقى ينفى من البلد التي كان فيها، لأن لو ظل في المكان كل ما يشوف الناس فلان ده اللي زنى، يوم يندفع الناس الكلام في ذلك الوقوع في العرض، فيستسهلون الكلام في ذلك، ولعل مع استسهال الكلام في شيء يستسهل الفعل بعد ذلك. فإذا جرى على لسان الناس هذا الأمر فلان بيفعل كذا وفلانة بتفعل كذا شيء ورا شيء، يبقى سهل يرموا أي حد به وسهل إنه هم يقعون في ذلك. فكان الحكم الشرعي أن يغرب هذا الإنسان عاما عن المكان الذي هو فيه كنوع من الإذلال له على الذنب الذي فعل، وأيضا حتى ينسى الناس هذا الأمر الذي كان منه، فإذا رجع رجع تائبا ويكون الناس نسوا ذلك فلا يتكلمون فيه. قال البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة ثم الرجم، الثيب عن الرجل الذي قد تزوج ويقع في هذه الجريمة جريمة الزنا، وكذلك المرأة المتزوجة التي تقع في هذه الجريمة، فالحد في جلد مئة والرجم، يجلد هو أو تجلد هي مئة ثم الرجم. في الحديث هنا ذكر البكر بالبكر، طب لو أن البكر زنى بالثيب، لو أن الرجل لم يتزوج وزنى بامرأة كانت قد تزوجت، هنا الحكم يكون إيه؟ يبقى هو له حكمها، هي لها حكمها، يبقى هو بكر يبقى حكمه الجلد والتغريب، هي ثيب يبقى حكمها الجلد والرجم. يبقى هنا كأن القيد هنا أو الوصف اللي فيها البكر بالبكر هذا قيد أغلبي وليس قيد مقصودا به القيد، يعني الغالب أن اللي يحدث مثل ذلك أن البكر يزني بالبكر إذا حدث ذلك، وأن السيب يزني بالسيب والعياذ بالله إذا حدث ذلك. فهنا القيد ليس مقصودا، ليس قيدا مقصودا حتى يقال إذا زنى البكر بالسيب أو السيب بالبكر أنه لا يطبق هذا الشيء، لا يطبق على كل واحد منهما الحد الذي يستحق. أيضا هنا فيها الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم، هذا الحكم كأنه كان في البداية، كأنه كان في البداية، لأنه ثبت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه ماعز واعترف بالزنا وأمر برجمه ولم يجلد صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت الغامدية بعد ذلك وشهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها زنت وأنها حبلة، فأمر بها بعد ما وضعت حملها وأرضعت حملها جنينها وطفلها، بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فشكت عليها ثيابها ورجمت ولم يأمر بجلدها، فكأن الجلد الأمر الذي فيه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك في العقوبة بالجلد مع الرجم. زاد الحسن البصري زيادة هنا في الحديث قال فلا أدري أمن الحديث هو أم لا، فإن شاهدوا أنهما وجد في لحاف لا يشهدون على جماع خالطهما به جلد مئة وجزت رؤوسهما. هذه الزيادة من الحسن بيقول لا أدري هي في الحديث أو ليست في الحديث، والراجح أنها ليست من الحديث، ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله جلد مئة والرجم.
يذكر هنا في قوله سبحانه والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء، وقوله سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وفي قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. يعني هذه الآيات الثلاثة كل آية يتعلق بها حديث من الأحاديث. الآية الأولى والمحصنات من النساء، قال أبو سعيد الخدري أصبنا نساء من سبي أوطاس، في غزوة أوطاس وكانت مع مشركين فأصابوا نساء ولهن أزواج، ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج. يعني الصحابة لما غزوا في هذه الغزوة وأسروا من النساء وتحول الأسرى إلى ملك يمين، فهنا كره إزاي حنأتي هذه المرأة اللي هي صارت الآن عبدة أو أمة، إزاي نأتيها وهي كانت متزوجة واحد من الكفار، فمعرفوش الحكم. حتى أنزل الله سبحانه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهنا في المحرمات من النساء اللي بدأها بقوله ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ثم قال سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. في الآية التي تليها قال والمحصنات من النساء، يعني مما حرم عليكم المحصنات. والمحصنة هنا بمعنى المزوجة، المرأة المتزوجة لا يحل لأحد أن يتزوجها، هذا زنا. كذلك هذه المرأة المزوجة لا يحل لأحد أن يواعدها على الزواج، إن خلي زوجك يطلقك وأنا أتزوجك، لا يحل ذلك. أيضا إن طلقها زوجها وهي في عدتها لا يحل لأحد أن يخطبها في عدتها إذا كانت رجعية، إلا أن تكون في البائن، بانت المرأة أو مات عنها زوجها، فيجوز التعريض، التعريض بالخطبة، إن إنسان يعرض ولا يصرح بالخطبة ده إذا كان توفي الزوج وهي في عدتها، والأفضل أن يجتنب ذلك. فهنا المحصنات من النساء يبقى محرمات المرأة المزوجة إلا ما ملكت أيمانكم، وهنا استثنى ملك اليمين في مثل هذه الحالة أنه ملك هذه من السبي. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن وطء الحوامل، المرأة الحامل كيف يطأها إنسان، لا يحل له ذلك، فقال حتى يضعن حملهن. فلا يحل لإنسان أن يطأ امرأة من السبي من هؤلاء النساء اللي أسرنا وصرنا عبدات بعد ذلك إماء، فلا يحل أحد أن يطأ المرأة إذا كانت حاملة حتى تضع حملها، أو كانت بكرة، أو كانت حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة. فهنا الغرض منها بيان أنهم استحلوا بعد ذلك ذلك بما ذكره الله عز وجل هنا، إن النساء الأسارة لما صرنا إماء فجاز للصحابة إن الواحد يأخذ هذه التي أخذها خرجت في نصيبي صارت أمة له، يجوز أن يطأها بعد ما يستبرئها بالحيضة إن لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا يبقى بعد ما تضع حملها. قال هنا حديث آخر لمجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولنا غزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فأم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجال يغزون ولنا غزو، الرجال بيجاهدون في سبيل الله وإحنا ما بنجاهدش، ولهم ضعف ما لنا من الميراث، فلو كنا رجالا غزونا وأخذنا من الميراث مثل الرجال. فهنا السؤال اللي المرأة تقول إشمعنا الرجل واخد الضعف وإحنا الأقل من ذلك، فأنزل الله عز وجل يقطع عنهن مثل هذا التفكير الخاطئ، أنه ربنا سبحانه تبارك وتعالى فضل بعضكم على بعض. فهنا في الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني الله خلقك امرأة وخلقك رجلا، فهذه امرأة وهذا رجل، هذا تفضيل من الله سبحانه وتبارك وتعالى أن جعل هذه هكذا وهذا هكذا، ثم أكرمكم عند الله أتقاكم. فضل الرجال على النساء في الدنيا، هنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى الرجل فضله الله عز وجل بأن أعطاه القوة وأعطاه القوام على المرأة وجعله ينفق يلزمه ذلك، المرأة جعلها أما، جعلها حاضنة، جعلها راعية في بيت زوجها، وفضل الرجل عليها بالإنفاق. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف،
لها حقوق عليها واجبات، والرجل له حقوق عليه واجبات. أما أن كل واحد يتمنى ما عند الآخر فهذا لا يحل ولا يجوز، أن تتمنى المرأة ما عند الرجل أو أن يتمنى الرجل ما كان للمرأة. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول ولا تتمنوا، خطاب للجميع، ما فضل الله به بعضكم على بعض. يبقى المرأة لا تقول إني عايزة ميراث كميراث الذكر زي الرجل، فنهى ربنا عن ذلك. فمن اعترض على ذلك فقد كفر بالله سبحانه تبارك وتعالى. الذي يعترض، وكم نسمع من اعتراضات بعض الصحفيات ونحوهن ممن تعترضن على الآية، وبعض هؤلاء الكوافر تقول وتتبجح وتقول أنا وصيت في الميراث إن عيالي يورثوا الولد زي البنت، متبجحة معترضة على كتاب رب العالمين وهي كافرة بكتاب ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ربنا يقول لا تتمنوا، فإذا بمثل هذه تجاهر بهذا الكفر وبالاعتراض على كلام رب العالمين سبحانه، تقول مش هنفذ هذا الشيء وأنا موصية في الميراث بأن الولد زيه زي البنت، هذا لا يحل ونهى عنه ربنا سبحانه. وجاء أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها ربنا سبحانه وأنزل الآية لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا، يبقى من الميراث ومن الغنائم، وللنساء نصيب مما اكتسبن من أعمال لهن الثواب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولهن الميراث أيضا ما الحظ الذي جعل للنساء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة النساء فلما بلغت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ابن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع قراءة ابن مسعود، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كيف يكون الأمر؟ الأمر عصيب وشديد وصعب، وفضل النبي صلوات الله وسلامه عليه، المقام هنا مقام تفضيل وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه الشاهد على الجميع عليه الصلاة والسلام. أمة الإسلام تشهد على الأمم السابقة، يبقى لها فضيلة هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليهم، يبقى أنه بلغهم وفيهم من أطاعه وفيهم من عصاه، يبقى الأمة تستحق يوم القيامة أن يفضلها الله سبحانه تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنون منهم، والعصاة يشهد عليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك يبكي النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك، يبكي مع أنه هو مشرف، شرفه الله عز وجل بهذا المقام أنه الشهيد على هؤلاء جميعهم، ولكن الخوف من الموقف العظيم بين يدي رب العالمين دفع النبي صلى الله عليه وسلم للبكاء ترحما على أمته الذين يشهد عليهم يوم القيامة. فالأمة أولى بالبكاء في ذلك، أن يخاف كل إنسان على نفسه. كيف يكون الأمر؟ كيف تجيبون ربكم سبحانه إذا جئتم وقد أسأتم وشهد عليكم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد أخبر في الحديث قال ليزادن أقوام من أصحابي فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول ألا بعدا ألا بعدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزاد يبعد عنه يوم القيامة أناس من المسلمين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي هؤلاء أتباعي وأصحابي، فيقال له لا، هؤلاء حرفوا وغيروا وبدلوا في الدين، يقول ألا بعدا ابعدوهم إلى الهاوية، ألا بعدا ألا بعدا. فليحذر الإنسان المؤمن أن يحرف أو يغير في دين رب العالمين سبحانه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.